النشرة الاقتصادية من الإخبارية السورية، أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم، كما درس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية للمجلس، وناقش بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة لتصبح 10% فقط. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. توازياً مع وقعت سوريا وإيران مذكرة تفاهم عقدين لإنشاء محطة توليد باللاذقية وخمس مجموعات غازية في بانياس، أثناء زيارة وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي والوفد المرافق له إلى طهران. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وقع وزير الكهرباء المهندس محمد زهير اشترط مصرف سوريا المركزي على المصرف العقاري عدم منح أي قروض شخصية استهلاكية إلا بعد توافر شرط رصيد المكوث في حساب المتعامل، على اعتبار أن العقاري يمول الموظفين المواطن رواتبهم لديه لشراء السلع المعمرة. المركزي طلب من المصرف العقاري إضافة شرط جديد يتضمن عدم بعد إيصال التيار الكهربائي لمدينة حلب، تعمل الشركة العامة لكهرباء حلب على إصلاح شبكات التيار الكهربائي وأكثر من 70 مركز لتحويل التيار باتجاه الأبنية السكنية في منطقة صلاح الدين. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. متابعي الإخبارية السورية، نظمت غرفة تجارة دمشق مهرجانا حمل شعار مهرجان العيد وأهلا بالمدارس للتسوق، والذي يستمر لغاية 16 من الشهر الجاري بمنطقة التكية السليمانية بدمشق. ولمعرفة أصداء هذا المهرجان، كاميرا الإخبارية تجولت بالمعرض. إفليم مصطفى وهذا التقرير. مقابل الليرة السورية بحسب سعر الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي لليوم، حقق الدولار الأمريكي 514 ليرة و85 قرشا في الحوالات الشخصية، بينما اليورو سجل 565 ليرة و72 قرشا. وبالانتقال إلى أسعار الذهب في الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب 1325 دولار و11 سنتا، بينما سجلت في الأسواق المحلية سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 19000، بينما سجل عيار 18 ب 16286 ليرة سورية. وفي أسواق النفط العالمية، سجل خام برنت الأمريكي مبلغ 48 دولار و4 سنتات، بينما سجل خام برنت 53 دولار و80 سنتا. كان هذا كل شيء في الاقتصاد.